حلو الكلام. نيجي بقى لحاجة مهمة جدا، على ما طبعا الرز والكلاوة تستوي هنشوف الكوسة نعملها ازاي مع دبس الرمان والطحينة. المقادير على الشاشة. كوسة نوع من انواع المقبلات نسميها كوسة أبلمة بدبس الرمان، حاجة لطيفة وجميلة. بما ان الكوسة غنية بالألياف ومفيدة للقلب وأكلة حلوة، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي واخدة طعم الدبس الرمان والطحينة. المقادير: كوسة، دبس الرمان، طحينة، بصلاية ناعمة، فص توم محترم حلو، وشوية البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. حلوة قوي زي الف. انا مش هشتغل غير لما تقول لي اشتغل. حلوة قوي. تمام، ادي الكوسة بتاعتنا. شيل الورق النعناع ده، عايزينه بعدين مفيش مشكلة، هنخليه على جنب. وناخد الكوسة بالشكل ده كده، نقطعها شكل ايه لطيف كده اهو. حلو. وتختار الكوسة الخضراء الحلوة. والكوسة يا أختي ما تقشرهاش، الكوسة دايما تجيبيها، يكون عندك فرشة لطيفة كده سفنجة يعني، دي لتنظيف الخضار زي الكوسة الخيار، الحاجات دي مهمة جدا على فكرة أهو، عشان القشرة بتاعت الكوسة ديت غنية بالألياف ولونها حلو بالشكل ده كده. هناخد الكوسة دي نحمرها في زيت. بعد التحميرة الحلوة يكون معانا دبس الرمان مع الطحينة على النار، عاملين لهم البصلة والتومة مع زبدة. انا عارف انك انت عاجبك اول كلاوة في قلب الطاسة مع الرز. لسه انا ما خلصتش انا حكاية الرز المعمر بالكلاوي دي، لسه في تركاية اخيرة كده هنعملها مع بعض دلوقتي. بس انا ما بقفش في المطبخ اتفرج على الحاجة، بشغل نفسي، وانا عايزك تبقي زي كده في المطبخ، ما تقفيش جنب حلة المحشي لما تستوي. بتعملي ايه يا بنت في المطبخ؟ بعمل محشي. بتعملي ايه يا بنت في المطبخ؟ بعمل صينية مكرونة بشاميل. الحاجة ما تستوي تشتغلي في أي حاجة، مفيش أي مشكلة. حتى في الفرن مثلا رز معمر، اقف في المطبخ جنبه كده، اعملي حاجة برضو لطيفة زي اللي أنا بعملها دلوقتي. تعملي مثلا عجينة الكريب بالشوكولاتة دلوقتي، تعملي عجينة البان كيك وهكذا. تعملي طبق سلطة خضراء حلو، عدل الأكل مفيش أي مشكلة. كفاية الكوسة اللي إحنا قطعناها دي زي الفل تمام. ازاي نعمل كوسة بدبس الرمان؟ حلو قوي، عاجبني الموضوع. الكوسة نعملها محشي، نعملها كوسة بالبشاميل، نعملها سلطة. بس طحينة ودبس رمان الاتنين مع بعض يا مغازي ازاي؟ مكعب زبدة، عصرة ليمون، بصلاية، تومة، اكيد الموضوع هنا هيفرق معانا. وعلى فكرة فرصة ممكن ناكل الطبق ده، يبقى نوع من انواع المقبلات، وممكن ناكله عادي مع رز ابيض، ناكله مع العيش. الطبق ده انا شخصيا بحبه، خاصة طعم الكوسة لما بتتغلف بدبس الرمان وتبقى لطيفة وجميلة. الكوسة هنا بتتحمر في قلب الزيت اللي احنا قطعناه من شوية، وقت ما كنا بنعمل الرز المعمر بالكلاوي اللي دخلناه الفرن. الكوسة تتحمر في زيت غزير كده كأنك بتحمري بطاطس مقلية، ما تقلقيش تاخد وقتها زي الفل. حلو الكلام. نظبط النار بتاعتنا علشان كمان نبدا ان احنا نعمل الصلصه. يا نعم، شغال زي الفل تمام الحمد لله، ربك بيسترها يا شفيق. هو ده. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل الصلصه بتاعتنا الجميله. طاسه على النار لطيفه زي الفل، بنعملها بزيت زيتون. زيت زيتون مع طحينه ودبس الرمان، زي الفل. ولكن هعلمك تعملي حاجة حلوة أوي. عندنا دبس الرمان، عندنا الطحينة، شوية بقدونس حلوين، البصلية الناعمة، الفص التوم. وتعالوا شوفوا نعمل الصلصة بتاعتنا ازاي الجميلة الحلوة اللي تقدري تعملي بقى كوسة. تقدري تعملي بقى كفتة لحمة. ايه موضوع كفتة اللحمة دي يا شيف؟ بتجيب الكفتة عادي تعملها زي داوود باشا، وبدل ما تحطها في صوص طماطم تحطها في نفس الصلصة. أنا بتيجي الفرصة اللي بتكلم عن الخبرة الطهوية ما ببخلش بيها. عايزة تعملي كفتة بطريقة شامية لطيفة وجميلة مع دبس الرمان أو بصلصة الطحينة، بتجيب الطحينة مع دبس الرمان تطبخيها، وبدل ما تحطي كفتة داوود باشا في صوص طماطم تحطيه في صلصة الطحينة، بتبقى لطيفة وجميلة وزي الفل. طاسة على النار زي الفل، بننزل بالبصلاية بتاعتنا الناعمة. حلو. فص توم محترم. ما بحمرش البصلايه للاخر عشان اوعى وشك، عشان ما يتغيرش لونها. باخد الدبس الرمان بتاعنا ده كده
والطحينه عليه. مش عسل وطحينه، عسل وطحينه ده مع الفطير المشلتت. معاك حق، ولا هما شبه بعض الاثنين، عسل وطحينه. بس هو بدل العسل دبس الرمان. برافو عليك. حلو الكلام. العسل الاسود بتاعنا. حلو الكلام. معايا شويه طحينه وشويه دبس الرمان في قلب البتاع كده بحركه لطيفه. باخدهم اعملي زي ما انا شغال كده. امال يعني بقى اعمل انا على الشاشه وشو؟ لا خالص. باخد الدبس الرمان ده كده عايزه بسقطه هنا، والطحينه اللي عندي دي برده بحط فيها شويه ميه كده. ده ماتيريال. نزلت الطحينه اللي باقيه واقلب دول كده مع بعض، طحينه مع دبس الرمان. عينيا لا تقلق، ان الله معنا. ناخد الميه المغليه دي كده زي الفل. معانا البصلايه والتومه تاخد لون تبقى لطيفه وجميله كده. نقلب دول مع بعض حاجه كده سهله وحلوه ولطيفه ولها طعم تاني خالص. مش كل يوم صوص طماطم. ينزل بده كله هنا كده ونسيبه على النار. تعالي بقى انت بقى ايه يعني اول مره تعمليها، دخلت المطبخ وعايزه تبقى شاطره، لقيت الصوص بتاعك خفيف غصب عنك، ما ظبطش الطحينه معاكي، تعملي ايه؟ هي معلقه دقيق صغيره بيدوبيها في شويه ميه ادتك القوام اللي انت عايزاه. انا بخرجك من مأزق، ممكن تتحط فيه، خلي بالك الصوص هيبقى خفيف معاكي. تعملي ايه يا عم الشيف؟ بتجيبي معلقه طحين او معلقه دقيق يعني، بتدوبيها في شويه ميه واصبح ان الصوص بتاعك تقيل. شوف القوام هنا بقى، بص على الحلاوه هنا، هو ده كده كده الطحينه بتتقل معانا اهو. انا ما حطيتش دقيق، على عينك يا تاجر، حطيت الطحينه ودبس الرمان. بس طبيعه الطحينه لما بتتعرض للنار بتتخن. قلب 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 اهو ده. تعال ننزل بالميه. يا نعم اهو، ونفك القوام ده كده بالراحه. دي بنت عم الصلصه الحاره بتاعت السمكه البيروتيه. شفت انا بياخدنا السكه ازاي للكلام؟ لما بنيجي نعمل سمكه حاره بيروتيه معروفه ومشهوره، بتجيب سمكه الوقار او سمكه القشر البياضه والهامور، تتشوف الفرن تطلع تحط عليها الصلصه دي. حلو. قلبت على فول. ايوه قلبت على فول مطحون. ايوه حلو الكلام. شفت القوام ده كده؟ الله الله، طعم ده جميل جدا. طعم الطحينه مع دبس الرمان حكايه. شفت القوام ده كده؟ ننزل تاني بشويه ميه. اكله على فكره الصلصه دي لما تبرد وتحطها في الثلاجه، يا سلام، وتطلعي العيش بقى وتاكلي منها بألف هنا وشفا مع طبق سلطه خضراء حكايه. اقول لك على سر خطير ما تقولوش لحد، تجيب الرنجه. كلنا عارفين الرنجه، لسه ما نسيناهاش، كانت معانا من اسبوع ولا من 10 ايام. تفصصيها وتحطها في الصلصه دي، هتدعي لي. تبقى سلطه الرنجه بايه؟ بالطحينه ودبس الرمان. قوام كده جاهز زي الفل. بنظبط الملح بتاعنا، كوسه جاهزه، شويه ملح، شويه كمون، شويه بابريكا، الله، شويه فلفل، وزي الفل. هنقلب كل ده مع بعضه تاني، تبلناها يعني اهو. اكله لها قيمه غذائيه عاليه جدا، لها طعم مميز. البقدونس بتاعنا تاني. عايزه تعملي شويه كفته داوود باشا، نفس الصلصه دي بنفس المدرسه دي بنفس الطريقه دي. تجيبي داوود باشا تعملي كور كده اللي هي الكفته، تعملها اصابع، تعملها زي داوود باشا زي ما انت عايزه، تشويها في الفرن، تطلعها من الفرن مشويه، تسقطيها في الصلصه دي بالصوص بتاعها، هتدعي لي برضه. الله، وسيبيها تبكبك على النار شويه كده زي الفل. المضرب كده دوره انتهى. الكوسه اخبارها ايه؟ بص على الكوسه وبص على الحلاوه، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الله. ناخد الكوسه بتاعتنا الحلوه دي كده نسقطها هنا. الله، اقول لك على سر خطير، ممكن تحطها في كاسرولة وتدخلها الفرن. الله الله، الف هنا وشفا للي ياكل منها.
ده تجويد بقى. لحمه مفرومه دي انت بقى راجل ايه يعني مبسوط وعايز تحط لحمه مفرومه دي بتاعتك، مش بحبها مع اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه هنا مش هيبقى لها اي شخصيه. هنا طعم الطحينه مع دبس الرمان قوي جدا مع الكوسه اللي انا حمرتها دي حكايه اهو. شفتوا الطبخه دي؟ طبخه لها اصولها ولها فنياتها. طحينه، دبس رمان، بصلايه، تومه، اتحمروا على النار بزيت زيتون، سقطناهم، خدت البقدونس. اوعى تنسوا تحط كزبره، ازعل منك. كزبره والشبت ياخدنا طعم تاني. تعالوا نغرفها مع بعض سريعا. اللهم صل على النبي، تستاهل والله الطبق ده. يعني في اكلات كده بتبقى ايه؟ تستاهل طبق حلو او جات حلو. اللهم صل على النبي. يلا بينا. اوبا. استوت الكوسه طبعا. الف هنا وشفها. ايه الحلاوه دي يا ممتاز؟ ايه الجمال ده؟ الف هنا وشفها. الف هنا وشفها. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. باقل تكلفه تقدري تعملي شكل جديد وطعم جديد. الله على الاكله دي. طبعا الجرنش بتاعها هنا بما ان هي فيها بقدونس ما نحرمهاش برضو من شويه بقدونس على الوش كده. وجربيها على فكره. نعم زي ما انت عايز، تقدر تاكلها سخنه وتاكلها بارده. بيسالوني تتاكل سخنه ولا بارده؟ دي كل ما تبرد يعني، كل ما تحط في الثلاجه كل ما تحلو. عايزين ناكل منها زي ما هي كده، ما فيش اي مشكله. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه موضوع الكوسه اللي الشيف المغازي غير من طريقتها غير الطريقة التقليدية اللي احنا عارفينها؟ نعملها يخني بالطماطم، نعملها كوسة بالبشاميل، نعملها مع لحمة مفرومة قلب الكوسة، نعملها كوسة قبلمة باللبن، كوسة شيخ المحشي باللبن. دي كلها أفكار لعمل الكوسة. كوسة محشي بالرز بتاعتنا الطريقة المصرية، بس كوسة بدبس الرمان والطحينة أكيد دي مدرسة. الأكلة دي لما بنعملها بتبين الخبرة الطهوية لست البيت اللي عاملاها، مش للشيف. الشيف هنا مش هنا مهني، ست البيت هي كل حاجة. الأم، الطحينة لازم تكون بقوامها مع دبس الرمان، ياخد البصلية المتحمرة مع التومة، وفي الآخر بنقلبهم مع بعضهم على نار بمية سخنة. وما ننساش عصرة ليمون. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل بابريكا زي ما انت عايزة، بس لازم تحط شوية كمون. ليه كمون يا عم الشيف؟ لأن الكوسة من الخضروات برضه اللي بتعمل مشاكل مع الكولون. الناس عندها مشكلة مع الكولون، فالكمون هنا بيعالج المشاكل بتاعة الكولون زي ما بيعالجها مع الفول بالظبط.